مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الشؤون السقطرية الذي نتناول فيه أهم وآخر التطورات والمستجدات في محافظة أهلا بكم. اندلع حريق في ديوان محافظة أرخبيل سقطرى مما أدى إلى إتلاف أجزاء من المبنى، ورجحت المصادر أن الأسباب تعود إلى إهمال ميليشيا الانتقالي بعد الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ اتفاق الرياض وتسليم مؤسسات الدولة للسلطات الشرعية. بدورهم أسهم الأهالي الذين وصلوا عند اندلاع الحريق في إخماده. في سياق متصل، قال السكرتير الإعلامي لمحافظ أرخبيل سقطرى محمد عبد الله الطوعري إن ميليشيا الانتقالي أحرقت مكتب المحافظ محروس في ديوان مبنى المحافظة بكل ما فيه من المستندات والوثائق. ودان الطوعري في بيان له حادثة إحراق مكتب المحافظ مشددا على أن المكتب ليس ملكا للمحافظ بل لخدمة المواطنين، وأن هذا الفعل دخيل على أبناء الأرخبيل. وأوضح الطوعري أن الميليشيا فشلت في إدارة المحافظة ولم تقدم شيئا ملحوظا لها رغم مرور ما يقارب أكثر من سنة على سيطرتها. كشفت مصادر محلية عن تكثيف الإمارات من رحلاتها الجوية إلى جزيرة عبد الكوري، ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى، وذلك بالتزامن مع استكمال إنشاء بناء قاعدة عسكرية على ساحل الجزيرة المطلة على أهم ممرات التجارة العالمية. وأوضحت المصادر أن الإمارات سيرت 3 رحلات أسبوعية إلى جزيرة عبد الكوري التابعة لمديرية قلنسية بدلاً من رحلة أسبوعية واحدة. واعتبر ناشطون يمنيون افتتاح مطار عسكري في جزيرة عبد الكوري دون علم السلطة المحلية بالأرخبيل أو الحكومة الشرعية يعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية وإصرارا إماراتيا على عسكرة الجزيرة تمهيدا للاستحواذ عليها. وكشفت مصادر محلية نهاية مارس الماضي عن شروع الإمارات في بناء لسان بحري لاستقبال السفن في جزيرة عبد الكوري، ويأتي ذلك بعد استكمال إنشاء مدرج المطار للطيران ولتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية تحت إشراف خبراء إسرائيليين. تعد جزيرة عبد الكوري ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى، تتميز بتنوع حيوي وتشكل مخزوناً سمكياً كبيراً، وتحظى بموقع استراتيجي مهم في وسط المحيط الهندي. في هذه المادة المعلوماتية نتعرف أكثر على هذه الجزيرة اليمنية. قالت دراسة نشرتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي أن الأجندة التوسعية لدولة الإمارات في اليمن تتجلى في أرخبيل سقطرى التي لا تزال تنتمي لليمن رسميا. وذكرت الدراسة التي أعدها جورجيو كافيرو رئيس التنفيذي لشركة جولف ستيتس أنالايتكس أن جزيرة سقطرى على أرض الواقع ملكية إماراتية حسب زعمه، حيث تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى فصلها بشكل منهجي عن اليمن وإدارتها كجزء من أراضيها، وذلك كجزء من أجندتها التوسعية في اليمن. وأوضحت الدراسة أن الإماراتيين حاولوا توسيع إمكانات السياحة البيئية ما سمح للسائحين بالسفر إلى سقطرى مباشرة من أبوظبي على متن شركة طيران إماراتية، وحتى على التأشيرات التي تمنحها الإمارات نفسها، ما يقوض السيادة اليمنية تماماً.
في السياق ذاته نقلت الدراسة عن اندرياس كريج الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الأمنية في لندن قوله أن الإماراتيين يستخدمون الحرب بالوكالة وأشكال مختلفة من الدبلوماسية لتعزيز مصالحهم في جنوب اليمن وفي أرخبيل سقطرى، حيث أن وجود قوات المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على هذه الحقيقة. وبحسب كريج لا تزال هناك قوات إماراتية في اليمن على أرض الواقع، وهي قوات خاصة إضافة لمستشارين ومدربين، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر فقد تم تقليص الوجود العسكري الإماراتي في الوقت الحالي إلى حرب بالوكالة. وتخلص الدراسة إلى أنه في حال استخدمت الإمارات نفوذها في نهاية المطاف على أرخبيل سقطرى لفتحها أمام الصين وربما روسيا التي لها علاقة خاصة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وشراكة قوية مع أبوظبي، فإن مثل هذه النتيجة ستكون من صنع واشنطن. تسع سنوات مرت منذ إعلان أرخبيل سقطرى محافظة يمنية، إلا أن الأطماع الخارجية لا تزال مستمرة من أجل فرض السيطرة عليها واستغلال ثروتها وموقعها الاستراتيجي. فهل يساهم تعيين مجلس القيادة الرئاسي الجديد في عودة الدولة ومؤسساتها إلى أرخبيل سقطرى؟ المزيد في سياق التقرير التالي. عشر سنوات من حكم الرئيس عبد الرب منصور هادي للبلاد انتهت، ولعل من حسنات ما قام به الرجل إعلانه محافظة أرخبيل سقطرى في أكتوبر من العام 2013 من أجل الاهتمام بأكبر وأهم الجزر اليمنية. إعلان هادي اعتبره الكثيرون آنذاك خطوة مهمة من أجل تنمية الأرخبيل الذي عانى الحرمان والتهميش لعقود ماضية، إلا أن الحال لم يدم طويلة، فسارعت الأطماع الخارجية للتوجه نحو الجزيرة تحت شعارات وعناوين إنسانية. فأطماع أبوظبي ومن خلفها الرياض بدت جلية للعلن من خلال إرسالهما قوات عسكرية إلى أرخبيل سقطرى، مستغلة ضعف الدولة ومؤسساتها بعد انقلاب جماعة الحوثي في العام 2014 واندلاع الحرب في البلاد. تصدرت الإمارات المشهد في سقطرى مبكراً من خلال إرسال العديد من الخبراء والرحلات المشبوهة دون إذن مسبق من قبل السلطات المحلية في الأرخبيل تارة وتارة أخرى، بجلب عناصر موالية لها من خارج الجزيرة. وبعد سنوات من جلب أبوظبي عناصرها إلى سقطرى، استطاعت بقوة السلاح قلب المعادلة على السلطات الشرعية والسيطرة على الجزيرة في يونيو من العام 2020. ومنذ ذلك الحين ومحافظة أرخبيل سقطرى تعاني من تداعيات الانقلاب الذي أثر على المواطنين وطال الخدمات الأساسية. غادر هادي السلطة وما زالت سقطرى تحت حكم وسيطرة أبوظبي والكيانات التابعة لها، في الوقت الذي لا تزال السلطة المحلية والمحافظ رمزي محروس خارج الجزيرة. ولعل مصير سقطرى سؤال يراود مجددا أهالي الجزيرة بشكل خاص واليمنيين عامة في ظل سلطة مجلس القيادة الرئاسي الجديد الذي شكل برعاية سعودية إماراتية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السقطري أحمد ثاني. أهلا بك. بداية سيد أحمد، مر شهر على إعلان المجلس الرئاسي الجديد في اليمن، برأيك سيد أحمد كيف سيتعامل مجلس القيادة الرئاسي مع وضع أرخبيل سقطرى؟ شكرا لك على الاستضافة. طبعا اليوم معالجة وضع سقطرى وتطبيع الأوضاع في سقطرى أحد الملفات اليوم المطلوب معالجتها في أرخبيل سقطرى. طبعا احنا يعني ناشطين ننظر إلى أنه إنهاء الانقلاب وهو أول يعني أحد الملفات ربما تكون صعبة بالنسبة للمجلس القيادة الرئاسي الجديد، ولكن إنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع ودعم السلطة المحلية واقتصاديا ودعمها حتى تستطيع أن توفر الخدمات للناس، تفعيل مؤسسات الدولة. اليوم المطلوب هو إنهاء هذا الانقلاب وعودة السلطة المحلية
وأيضا دعمها اقتصاديا، ويرجل الآن أكثر من 10 سنوات من تأسيس هذه المحافظة وهي بلا ميزانية تشغيلية. اليوم دعم هذه السلطة من خلال اقتصاديا، دعمها من خلال ميزانية تشغيل تستطيع أنها توفر يعني أبسط الخدمات وأبسط يعني أبسط الخدمات اللي يحتاجها المواطن البسيط. اليوم نستطيع أن يعني فرصة اليوم التناغم السياسي بين الأطراف السياسية أن نستفيد أو في توفير في دعم عجلة التنمية، في توفير مشاريع التنمية للناس وتوفير الخدمات للناس. أشرت إلى نقطة مهمة، أن المطلوب أهم شيء أن يكون إنهاء هو إنهاء الانقلاب. طيب سيد أحمد، في حالة إنهاء الانقلاب ما هو مصير التشكيلات المسلحة الموجودة في سقطرى؟ نعم، بطبيعة الحال هذه التشكيلات المسلحة والأحزمة الأمنية اليوم المطلوب هو توحيد هذه الوحدات العسكرية ودمجها في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية حتى يسود الأمن وينهاء الانفلات الأمني الحاصل في سقطرى. اليوم يعني هذه الجزيرة الآمنة المسالمة بفضل هذه الانقسام في المؤسسات الأمنية والعسكرية أصبح الآن ظهرت الانفلات العسكري، أقصد الانفلات الأمني، وأشياء يعني ربما يعني جديدة على سقطرى بشعل هذا الانقسام. اليوم هذه الوحدات والأحزمة وكل التشكيلات التي اليوم الموجودة واللي هي خارج إطار السلطة وخارج إطار المؤسسات الرسمية المطلوب اليوم توحيدها ودمجها في إطار المؤسسة الأمنية. جميل جميل. طيب سيد أحمد، أنت كمتابع وناشط سقطري ومتابع لليمن بشكل عام وبشكل خاص على ما يحدث في سقطرى، كيف ينظر أبناء سقطرى إلى المجلس الرئاسي الجديد؟ وما الذي يريدون ويتوقعون من المجلس الرئاسي؟ رأيك؟ احنا ربما في هناك حالة من التفاعل لتأسيس المجلس الرئاسي الجديد، ولكن احنا اليوم كسقاطرة لا قيمة لهذا المجلس إن لم ينهي الانقلاب ويطبع الأوضاع وتوفير الخدمات للناس. والمطلوب اليوم هو أبسط يعني الخدمات الاقتصادية، دعم المحافظة اقتصاديا، دعمها، توفير الخدمات للناس. هذا يعني اليوم الملفات العاجلة هو الملف الاقتصادي. يعني الناس اليوم تعاني كثير، تعاني من الغلاء، وتعاني أيضا من ارتفاع الأسعار، انعدام المشتقات النفطية، وانعدام أيضا بعض المواد الغذائية المعدومة في سقطرى. اليوم مطلوب عودة السلطة بحيث تستطيع عودة السلطة المحلية حتى تستطيع أن توفر الخدمات للناس ويكون هناك تواجد. يعني لا يمكن يعني اليوم أكثر من سنتين والسلطات الرسمية غايبة عن المشهد في محافظة خليل سقطرى. هذا الغياب ويعني ربما حدث هناك فراغ إداري، فراغ حدث فراغ اقتصادي، فالمطلوب اليوم سد هذا الفراغ ومن خلال عودة السلطة الرسمية حتى تغير أمور الناس. يعني لا يمكن يعني اليوم غير مقبول هذا الفراغ الإداري الذي الموجود اليوم. يعني محافظة بدون سلطة محلية، بدون ميزانية تشغيلية، بدون أي مقومات للحياة. إذا يعني وصلت الفكرة، أبناء سقطرى ينظرون إلى المجلس الرئاسي الجديد بقيادة الدكتور رشاد العليمي، ينظرون إلى إنهاء الانقلاب في سقطرى وعودة مؤسسات الدولة، والنظر إلى الملف الاقتصادي. الناشط السقطري أحمد تاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. Let's go.
أفادت مصادر محلية خاصة في أرخبيل سوق قطرة أن شركة أدنوك التابعة لحكومة أبوظبي قررت رفع أسعار المشتقات النفطية في أرخبيل سوق قطرة إلى 26 ألف ريال يمني لصفيحة البنزين سعة 20 لتر في تحدي واضح لقرار الحكومة اليمنية التي أقرت خفض أسعار البنزين إلى 20 ألف ريال يمني. سياق آخر، أفادت مصادر محلية في جزيرة سوق قطرة أن شركة ديكسن باور الإماراتية تعمل حاليا على تغيير اسمها التجاري للتخلي عن التزامها كمشغل لكهرباء سوق قطرة، بالإضافة لإخلاء مسؤوليتها الجنائية عن ممتلكات مؤسسة الكهرباء الحكومية أو أي التزامات سابقة متعلقة بالأمر، ما يثير تساؤلات عن مصيرها باعتبارها شركة وهمية دخلت إلى الجزيرة بطريقة تجارية غير نظامية. في سياق آخر، أفادت مصادر محلية أن الإمارات تواصل استغلال الثروة الحيوانية من خلال فتح مسالق خاصة للحوم بمختلف أنواعها، وبحسب المصدر فإن مؤسسة خليفة الإماراتية تشتري الحيوانات من المواطنين في جزيرة سوق قطرة وتقوم بتغليفها وتصديرها إلى أبوظبي. حذرت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو من مخاطر الرعي الجائر والنفايات الصلبة على التنوع البيولوجي في أرخبيل سوق قطرة. وقالت ممثلة مكتب يونسكو في دول الخليج واليمن آنا باوليني إن الرعي الجائر والتلوث البلاستيكي لهما تأثير مهم على التنوع البيولوجي، مؤكدة على أهمية زيادة الوعي والإدارة المستدامة للرعي والنفايات الصلبة بدعم كامل من السلطات والمجتمعات المحلية. وكانت باوليني قالت إن سوق قطرة رشحت لتكون موقعاً محمياً بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة لما تحويه من تنوع بيولوجي فريد، وأشارت أن تلك الخطوة تستدعي وجود تدابير لمواجهة تهديدات تغيير المناخ والتخفيف من الخسائر المحتملة في المستقبل وتمكين أقوى للمجتمعات المحلية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شؤون سوق قطرية، على أن نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.